وعلشان تبقى الحكاية واضحة قدامكم، عشان البلد دي هتكمل وخيرها فيها وفي ولادها، سواء اللي ساقاه تربطها بدمه أو اللي لسه واقف بيكلمنا وهو فقد جزء من جسده. عايزاكم تسمعوا، وممكن كتير من حضراتكم يبقى لسه فاكر الكلمات أو جزء صغير من الكلمات اللي قالها الرائد كريم بدر، وده طبعا واحد من أبطال معركة الرفاعي في الشيخ زويد، أول محاولة لعمل دولة في سيناء برفع العلم الأسود إياه. ووجهوا على العربية وصفى كل الأفراد اللي فيها. في الوقت ده يا فندم اتحركت عشان أستلم سلاح النص بوصة عشان أصفي أكبر عدد منهم. كلنا كنا عارفين إن أول ما جسمنا هيتملي ذخيرة هنقابل ربنا بالشهادة. اتعاملت معاهم وجها لوجه، صفيت أكبر عدد أقدر عليه لغاية لما جت هدية ربنا ليا. تعاملوا معايا بدانات الار بي جي، دانة منهم أصابتني فصلت دراع الشمال ودخلت في النص الشمال من جسمي، أصابت معظم أعضاء الجزء الشمال. وقعت يا فندم وسقطت في المركبة. أول حاجة قلتها الحمد لله، بس الأصل في الموضوع هو المهمة. مشكلتي إن أنا ساعتها مش هكمل المهمة، مسكت في عمود في نص المركبة وطلعت فوق، لقيت دراعي مش موجود معايا، شلته وحطيته على سطح المركبة ومسكت السلاح الشخصي سندته بالخزنة يا فندم، ووجهته ناحية التعامل اللي كان موجود معانا. مادام لسه في تعامل يبقى لسه في عدو. تعاملت معاهم وبلغت يا فندم ساعتها ان انا هخلي بنفسي، ومجموعة الابطال اللي معانا هتكمل مهمتها وهتكمل مطاردة العدو. بالفعل يا فندم بدأت اخلي بنفسي، والقوات اللي احنا جينا عشان ندعمها بدأت تعمل دعم لينا، بدأت عملية الاخلة. في الوقت ده بدأوا يتعاملوا عليا بالسلاح الآلي. قلت للجنود الأبطال اللي كانوا معايا، في الوقت اللي انت هتحس فيه ان انا هكون تقيل عليك ومش هتقدر تخليني، انا عايز طلقة في دماغي عشان محدش ياخدني وانا كده. الكلمات اللي كان بيقولها الرائد كريم بدر، زي ما حتى الصورة جابت لحضراتكم، يعني والدته وزوجته، وقدرت اتعرف على ولاده الثلاثة. اكبر واحد فيهم كان تقريبا، اذا كانت ذاكرتي لسه فاكرة، يا في ستة ابتدائي يا في اولى اعدادي. تخيلوا ثلاثة من ولادكم قاعدين بيسمعوا ابوهم بيحكي ازاي شال ايده. طيب هتقولوا لي وانت يعني ليه بتجيب المقاطع دي؟ لان ربنا قال ان احنا بنغسل جوانا بالرحمة، والرحمة بتيجي لما بنحس بالآخر. لكن طول ما احنا أنانيين وقاعدين نبص بس على كسبنا ايه، خسرنا ايه، المرتب كام، بقي منه كام، لا الفلوس بيجي فيها البركة ولا الدنيا بتمشي، فبتفضل الحياة دي معقربة. علشان كده وانتوا بتسمعوا الناس دي، اسمحوا لعينيكوا يملاها الدموع، واسمحوا لقلبكوا يرق، كنت رجل او شاب او امرأة، لأن الأصل في الموضوع إن هو بعث رحمة، المطلوب علشان ننحاز لإنسانيتنا، ما قالش لديانتنا، قال لإنسانيتنا. الإنسانية دي الأصل فيها هو الرحمة. تخيل لو ولادك هم اللي قاعدين بيسمعوك وانت بتتكلم كده، النص الشمال ده كله اتأذى، ولو ركزنا في المشهد وفي الصورة وفي الأفرول هنعرف ليه شكل الأفرول بتاعه على الدراع الشمال اللي تركب فيه عضو صناعي بقى شكله شوية مختلف. طيب